بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة بالتأكيد حلقة كاشفة، حلقة فيها تفاصيل، حلقة فيها معلومات، حلقة بتهم كل مشجعي ومشاهدي قناة الأهلي وجمهور النادي الأهلي العظيم في مصر والوطن العربي الكبير وفي كل بقعة من بقاع الأرض. بالتأكيد هنتكلم عن تفاصيل مهمة جدا. السوشيال ميديا من امبارح لغاية اللحظة دي فيها كلام كتير، في معلومات ممكن تكون صحيحة، في معلومات غير دقيقة، فبالتالي النهاردة الحلقة النهاردة بإذن الله هتكون كاشفة وهنكشف تفاصيل ومعلومات مهمة بالنسبة للمرحلة الجاية، لأن في النهاية إن شاء الله النادي الأهلي خلال هذا الموسم يقدر في خلال فترة وجيزة يوصل لكل المراحل أو يوصل لكل النتائج اللي بيسعى إليها منذ أن بدأ الموسم واشتغل عليها قطاع الكرة ومجلس الإدارة بإذن الله. طيب ندخل في تفاصيل الحلقة ونبدأ بسؤال حلقة النهاردة، وبعد غلق خلاص صفحة مباراة حرس الحدود وبنستعد لمباراة الإسماعيلي يوم الجمعة القادم الساعة 8:30 على استاد برج العرب، توقعات الجماهير لتشكيل مباراة الأهلي والإسماعيلي إن شاء الله يوم الجمعة. هذه المباراة الهامة جدا وعنق زجاجة في إطار السعي للفوز بالدوري وتحقيق اللقب مبكرا قبل نهاية الجولات والمسابقة إن شاء الله بعدد كبير جدا من الأسابيع المتبقية. شاركوا ويجاوبونا على هذا السؤال من خلال صفحات القناة على الفيسبوك وعلى تويتر وإنستجرام، وبالتأكيد هنعرض كل مشاركاتكم في الفقرة الأخيرة من برنامج الترند. لكن سريعا ندخل إلى العناوين ونشوف عناوين حلقة النهاردة. نبدأ مع بعض من ترند الأهلي. الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة الإسماعيلي. وفي الترند المحلي، وزير الرياضة يحيل ملف اختفاء الكؤوس إلى النائب العام. وفي الترند العالمي، رونالدو: مسيرتي ستتحدث عن نفسها عند اعتزالي. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الترند. ترند الترند بقت ليها خصوصيه عند كل جماهير النادي الاهلي انها فقره مهمه جدا، بنتكلم في موضوعات وتفاصيل وبنكشف اسرار معينه، لان البعض بيحاول يجتهد او البعض بيحاول يصدر صوره غير صحيحه عن النادي الأهلي أو معلومة غير دقيقة عن النادي الأهلي. لكن في النهاية احنا الحمد لله ما في معلومة بنقولها في فقرة ترند ترند إلا ما بتتحقق بعد ساعات. مش عامل فلاش باك وأقول قلنا وعدنا وزدنا، لكن هتكلم على ما حدث بالأمس في اجتماع لجنة المسابقات اللي كانت برئاسة كونست عماري النائب الأول لرئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس لجنة الأندية والمسابقات. في البداية لازم نأكد على شيء مهم جدا. النادي الأهلي في اجتماع الأمس طالب الاتحاد الإفريقي باحترام المواعيد التي حددها من قبل في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمواعيد المحددة في نهاية شهر 6/9 في نهاية شهر سبتمبر شهر 9. لكن في نفس الوقت الأهلي قال لا مانع، مفيش أي مانع خالص من تعديل المواعيد، وإذا كانت هناك أزمة صحية وأزمة صعبة وإنسانية لدى الأشقاء في المغرب لا أي أزمة، وإذا رأى الاتحاد الإفريقي أن هناك فرصة للتعديل أو إذا رأى أن هناك فرصة للتأجيل النادي الأهلي لا يمانع في هذا الأمر. فبالتالي النادي الأهلي بيلعب رياضة، النادي الأهلي بيلعب في مسابقات كروية، النادي الأهلي بيلعب داخل الملعب فقط. لما يحب يواجه أي منافس يواجهه في كامل اللياقة وفي كامل الجاهزية. الأمر متعلق بحالة صحية وإنسانية بالدرجة الأولى، وهنا النادي الأهلي لما بيتعامل بيدرس الملف بشكل جيد، مش فجأة تعالى في اجتماع فالأهلي يخش يشوف الموضوع ولسه هيدرسه. الأهلي داخل الاجتماع وعارف بالظبط أبعاد هذا الاجتماع وإيه اللي يتقال وإيه الأنسب وإيه اللي المفروض النادي الأهلي كبير القارة الإفريقية لما يكون حاضر هذا الاجتماع الكلام اللي يتقال اللي بيلقى استحسان وقبول كل الحاضرين. فبالتالي النادي الأهلي بالتأكيد زي ما بيطالب بانتظام الدوري المصري كان بيطالب أيضا بانتظام مباريات البطولة الإفريقية، لكن في النهاية في وضع صحي وإنساني عند الأشقاء في المغرب كلنا واقفين في ظهرهم وبنساندهم بالنسبة للمرحلة اللي جاية. وفي نفس الوقت إذا الاتحاد الإفريقي رأى أن الوضع الصحي بالتأكيد لازم يكون في تأجيل فالنادي الأهلي مع القرارات الاتحاد الإفريقي. هنا النادي الأهلي ما بيغيرش موقفه على فكرة، لأن النادي الأهلي عند الموقف ده عمله في الدوري المصري، قال لازم نلعب المسابقة، وقال لو في تأجيل أو في أي أمر الاتحاد المصري لازم يشوف اختصاصاته وينفذ المرحلة اللي جاية. فبالتالي النادي الأهلي موقفه واحد ما بيتغيرش، مش موقفه العكس ان هو يقول لك ايه لا انا مش عايز العب الدوري المصري لكن ممكن العب دوري ابطال افريقيا. الاهلي ما طالبش بالغاء حاجه، الاهلي قال هلعب في الميعاد
لكن لو في تأجيل لظرف صحي أجل، ما تحاولوش تصدروا صورة غير صحيحة. وعمر الأهلي ما هيكون فعل لشيء، لأن النادي الأهلي تركيزه في الملعب. البعض يقول لك هتبقى رد فعل، لا لا، الأهلي مش هيركز في أي فعل، لأن الأهلي بيركز في الملعب. بدليل إن امبارح مسؤول بيتكلم على إن من مصلحة الأهلي يلعب، لأن الوداد غير مكتمل أو غير جاهز. يا جماعة احنا بنلعب رياضة، بنلعب كورة، لازم تطبق الشعار الرسمي بتاع الاتحاد الدولي فيفا، الفير بلاي، اللعب النظيف، لازم تحترم المنافس، لازم تحترم الجهة اللي بتنظم البطولة الإفريقية كالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، هو صاحب الاختصاص. والنادي الأهلي وهو داخل هذا الاجتماع دارس الملف جيدا وعارف أبعاده بشكل رائع، فبالتالي النادي الأهلي موقفه كان واضح وما اتغيرش، ما قالش في الأول تصريحات ثم دخل الاجتماع وقال كلام تاني. دي جزئية في البداية لازم نقولها، لأن كمان النادي الأهلي عارف إمتى يبقى شايف المباريات دي تبقى مناسبة والظروف الصحية مناسبة ولا الظروف الصحية مش مناسبة. لأن أنت بالتأكيد متابع الوضع الصحي في المغرب، وكلنا عارفين الوضع الصحي في المغرب في الفترة دي إن شاء الله يمر من هذه الأزمة سريعا جدا، وكل المساندة والدعم هنا من قناة النادي الأهلي أو من جماهير النادي الأهلي بشكل خاص مع أشقائنا في المغرب، جماهير نادي الوداد، جماهير نادي الرجاء، الشعب المغربي بشكل عام بعيد عن الرياضة، لأن في النهاية أنت بتلعب رياضة أو كورة، لكن في الأساس أنت في علاقات متميزة وعلاقات أخوة وأشقاء في المغرب. ففي البداية وفي النهاية لازم نأكد على جزئية مهمة جدا، النادي الأهلي عارف هيعمل إيه، مش محتاج حد ينصحه يعمل إيه، لأن النادي الأهلي من الأندية الحمد لله، يعني النادي الأهلي من الأندية اللي عندها رخصة الأندية المحترفة ورخصة معتمدة مش رخصة مؤقتة. فالنادي الأهلي في الملف الإفريقي تحديدا شغال بشكل بروفيشنال وعارف بيتعامل إزاي. طيب تفاصيل الاجتماع، عشان تفاصيل الاجتماع محدش سمعها وانا هقول لكم بالظبط التفاصيل كانت ازاي، رغم ان امبارح مثلا احد الانديه كان حاضر وقال تفاصيل على فكره 50% من اللي اتقال مش صح 50% غلط. لكن في البدايه الاجتماع بدا بحضور فوزي لكجع رئيس الجامعه الملكيه او رئيس الاتحاد المغربي لكره القدم، وتحدث لمده 10 دقائق قال فيها الالتماس او الطلب اللي قدمه الجامعه الملكيه او الاتحاد المغربي بخصوص المرحله اللي جايه. فتقال ان الظرف الصحي والوضع الراهن حاليا بنطلب تأجيل المباريات، دوري الأبطال والكونفدرالية، الكلام ما كانش على دوري الأبطال بس عشان برضو الناس بتجتهد وتقول معلومات غير صحيحة، الكلام كان على البطولتين والثمان أندية كانوا موجودين في الاجتماع مع كونست عماري رئيس اللجنة، لجنة المسابقات والأندية. فرئيس الاتحاد المغربي فوزي لكجع عرض طلبات الاتحاد المغربي في ظرف 10 دقائق طبقا للائحة، وقال الطلبات وقال الوضع الصحي والوضع الراهن وقال مقترحاته بالنسبة للمواعيد الفترة الجاية، وقال لو هنلعب المباريات في الجزء الأخير أو آخر 15 يوم من أكتوبر البطولة الجديدة ممكن تستأنف منتصف نوفمبر. طيب لو المواعيد دي مش مناسبة والاتحاد الإفريقي عايز يأجل لشهر 11 ممكن نلعب دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية يوم 12 ديسمبر، أنا بقول لكم بالتاريخ وبالمعاد. فده كان الاقتراح. كونست عماري بعد ما غادر فوزي لكجع على الاجتماع بصفة رئيس الاتحاد المغربي رئيس لجنة المسابقات و طبعا العضو الكونغولي المميز في الاتحاد الافريقي عرض هذه المقترحات ولكن ليست للنقاش. يعني امبارح البعض طلع بيقول لك انا قلنا راينا وازاي وتناقشنا والكلام ده كله، ما حصلش نقاش على فكره، الموضوع كان تصويت. خد الاقتراح وعرض بدا الاول دور الابطال وما قالش نادي وساب الاجتماع ورجع، لا العرض كان من خلال الحروف الابجديه. النادي الاهلي كان اول نادي في الاجتماع تم اخذ رايه واتقال الموضوع على التصويت فقط. السيناريو الاول والسيناريو الثاني، وانا امبارح قلت لكم هيبقى في سيناريوهات وهيتم التصويت عليها. السيناريو الاول تلعب في نفس الميعاد ولا السيناريو الثاني تاجل لميعاد اخر؟ فكان راي النادي الاهلي لازم نحترم المواعيد، لكن لو الوضع الصحي في المغرب لازم يبقى يكون في تاجيل، والكاف شايف ان يكون في تاجيل، انا مع التاجيل مفيش مشكله. في وقتها ما كانش في خروج ودخول والكلام اللي انتم سمعتوه ده، احنا كنا في اجتماع مميز في الاتحاد الافريقي. ثم بعد ذلك الكلام كان مع الرجاء، نادي الرجاء المغربي، ثم بعد ذلك نادي الوداد المغربي، ثم في النهايه نادي الزمالك طبقا للحروف الابجديه. حضر من نادي الرجاء رئيس نادي الرجاء جواد زيات، حضر من نادي الوداد الاستاذ انور الزين، ومن النادي الاهلي المهندسه حنان الزيني مديره التراخيص في النادي الاهلي، برضه عشان المعلومه الناس تبقى سامعاها مظبوط، ومن نادي الزمالك كان الاستاذ امير مرتضى من نادي الزمالك. نفس الامر في الكونفدراليه، كان حاضر نهضه بركان، كان حاضر بيراميدز المصري، كان حاضر حرية كوناكري الغيني، حسنية أغادير ما حضرتش. عشان أقول لكم التفاصيل، حسنية أغادير ما كانتش حاضرة. وتم استطلاع الرأي، حرية كوناكري
كان على نفس الموقف مع النادي الاهلي على فكره. حريه كوناكري قال لا بالتاكيد الوضع الصحي ده شيء لازم نقف قدامه، لان هنا امر انساني، لو الامر يحتاج للتاجيل انا مع التاجيل. نهضه بركان طلب بالتاجيل، فبالتالي جه بيراميدز هنا قال لك لا ارفض التاجيل وعرض استضافه سيمي فاينال وفاينال الكونفدراليه. فكون استعماري قال لا مفيش عرض استضافه، احنا بناخد تصويت على اقامه المباريات من عدمها، فخد رفض من بيراميدز. هذه التوصيات تم رفعها للمكتب التنفيذي في اجتماع الغد. غدا للمكتب التنفيذي اجتماع هيكون الساعة 12 الظهر بتوقيت القاهرة عبر الفيديو كونفرنس. أحمد أحمد موجود في مصر رئيس الاتحاد الإفريقي، أيضا كمان المهندس هاني أبو ريدة موجود في مصر، وهيكون من خلال الفيديو كونفرنس مع كل أعضاء المكتب التنفيذي. طيب الاقتراحات بالنسبة للمواعيد هتكلم عليها، لكن عندي احنا ما بنتكلمش كلام كده مرسل، احنا بنتكلم من خلال أوراق وبنتكلم من خلال مستندات عشان نشرح لجمهورنا الوضع ماشي ازاي. طيب هبدأ معاكم لجدول أعمال المكتب التنفيذي غدا. جدول أعمال المكتب التنفيذي غدا حصريا على شاشة قناة الأهلي بنود جدول الأعمال عشان نشرح للناس إيه اللي هيتم بالظبط بكرة. جدول أعمال بيبدأ بترحيب من أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكل الحاضرين من المكتب التنفيذي واعتماد الحضور من كل الأعضاء. بعد ذلك اعتماد الاجتماع السابق واجتماع لجنة الطوارئ اللي كان بتاريخ 25/7. ثم السطر اللي بعديه بنتكلم بقى على شيء مهم جدا وهي رقم 3، بنتكلم على الأجندة ومواعيد نصف النهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا بعد اجتماع الأمس. المواعيد هيتم اختيارها ازاي؟ عايز أقول لكم في أكتر من اقتراح. في اقتراح بإقامة المباريات 18 أكتوبر ذهاب و24 أكتوبر إياب و6 نوفمبر النهائي. وفي اقتراح بإقامة المباريات 24 أكتوبر ذهاب 31 أكتوبر إياب 7 نوفمبر النهائي. في اقتراح ممكن يكون المباريات كلها في شهر 11، لأن خدوا بالكم في كلام في جدول الأعمال في رقم 3 على فكرة تحديد المواعيد ومكان نهائي دوري أبطال إفريقيا. غدا سيتم مناقشة مكان إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا الفترة القادمة هيكون فين. فبكرة القول الفصل هيتم تحديد المواعيد بشكل رسمي والاعتماد توصية لجنة المسابقات ومكان نهائي دوري أبطال إفريقيا. احنا بنعرض لكم جدول أعمال اجتماع بكرة عشان تبقى الناس معانا في الصورة وتعرف بالظبط ايه اللي بيحصل بالنسبة لاجتماع بكرة. كمان عايز اقول لكم ان في تفاصيل متعلقة بكأس إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة، لان في كلام تم في اجتماع 20 أغسطس الماضي ان يتم تبكير موعد البطولة من شهر 7 لشهر مارس 2021، وعلى هامشها هيكون انتخابات الاتحاد الافريقي. وايضا كمان فكره بقى بطوله المحليين وماذا سيحدث بالنسبه لتصفيات كاس افريقيا للامم وتصفيات كاس العالم. طيب الاجنده كمان وجدول اعمال اجتماع بكره بنتكلم في تفاصيل ليها علاقه بتعديل اللوائح، تعديل لوائح التصفيات والمسابقات الفتره القادمه نتيجه طبعا انتشار فيروس كورونا. والمسابقات هتتكلم في إطار لو فريق أو نادي عنده إصابات الفترة اللي جاية وعنده مباراة، الوضع هنا هيكون إيه؟ نأجل ولا نلعب ولا نحدد نسبة معينة؟ اللوائح بكرة هيتم مناقشة هذا الأمر للتصفيات والمسابقات الخاصة بالأندية والمنتخبات. كمان في جدول أعمال اجتماع الغد هيتم تحديد كونجرس الاتحاد الإفريقي، مش الجمعية العمومية العادلة هتبقى في إثيوبيا في شهر 12، لا في كونجرس في شهر مارس وهو متعلق بانتخابات الاتحاد الافريقي. باقي التفاصيل ليها علاقه بمسابقات الناشئين والشباب ومباريات السيدات، لان كمان دوري ابطال افريقيا هتكون فيه مسابقات للسيدات. اذا ده بشكل حصري جدول اعمال المكتب التنفيذي لكل مشاهدي قناه الاهلي، وبناكد على فكره ان غدا هيتم الحسم وهنشوف السيناريوهات وماذا سيحدث. ودي كانت التفاصيل المتعلقة باجتماع الأمس، وبكرة إن شاء الله هننتظر ما سيسفر عنه الاجتماع. وفي النهاية كمان بعد اجتماع المكتب التنفيذي هيكون فيه مؤتمر صحفي بالفيديو كونفرنس لأحمد أحمد يشرح ويعلن كل التفاصيل من خلال اجتماع المكتب التنفيذي. المؤتمر هيكون بعد اجتماع المكتب التنفيذي، المكتب الساعة 12 أول ما ينتهي المكتب التنفيذي هيكون المؤتمر الصحفي إن شاء الله عشان إعلان كل التفاصيل. طيب ترند الآخر، ودي آخر حاجة في ترند الترند، وهي الواقعة المتعلقة باختفاء النسخ كأس أمم إفريقيا 2010. النائب العام أحال هذه الواقعة لنيابة الأموال العامة العليا.
أمر السيد المستشار النائب العام بإحالة واقعة فقد الاتحاد المصري لكرة القدم كأس أمم إفريقيا لعام 2010 من بين مقتنياته إلى نيابة الأموال العامة العليا بمكتب النائب العام للتحقيق فيها تحقيق قضائي، حيث كانت وزارة الشباب والرياضة بعد ما أصير بالمواقع المختلفة من فقد بعض المقتنيات من اتحاد الكرة خطبت النيابة العامة بما انتهت إليه اللجنة المشكلة بمعرفتها من التفتيش على الاتحاد وتبين فقد الكأس المذكور وتضارب الأقوال بين مسؤولي الاتحاد حول أسباب الفقد بطلب التحقيق في الواقع. إذن الأمر برمته الآن في نيابة الأموال العامة، والأمر حاليا طي التحقيق ما بين الجهات المختصة. ننتظر ما ستسفر عنه هذه التحقيقات ولن نسبق الأحداث، لأن أنا عندي تفاصيل متعلقة بهذه النسخ، هل هي نسخ رسمية ولا نسخ مقلدة؟ لأن في النهاية أنت عندك لائحة بتقول لو فايز بثلاثة كأس أمم إفريقية الاتحاد الإفريقي بيهديك مش نسخة كوبي، لا بيهديك نسخة أوريجينال. فبالتالي هنشوف التحقيقات هتسفر عن إيه، وهنشوف النيابة العامة ونيابة الأموال العامة بالتأكيد من خلال التحقيقات هنعرف نتائج هذه التحقيقات، والفترة الجاية هتكون كاشفة لتفاصيل كثيرة جدا. أكتفي بهذا القدر من فقرة ترند ترند، ثم أخرج إلى فاصل ونشوف ترند الأهلي وما هو مكتوب على السوشيال ميديا بخصوص النادي الأهلي قبل مباراة الإسماعيلي. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي، وبالتاكيد من اهم الفقرات في برنامج الترند اللي احنا بنتكلم بقى عن النادي الاهلي بشكل خاص من خلال السوشيال ميديا وما يعرض في السوشيال ميديا من اخبار ومعلومات وصور. نبدا بسرعه من ترند الاهلي ونشوف النهارده معانا ايه، ونبدا اول حاجه معانا من صفحه المصري اليوم الرياضي الحساب الرسمي ليها على تويتر، واللي بتقول فيه ان فايلر طلب معسكر في الاسكندريه استعدادا لمباراه الاسماعيلي والاتحاد. الجهاز الفني بقياده ريني فايلر استقر على البقاء في الأسكندرية عقب مواجهة الإسماعيلي، مباراة الإسماعيلي يوم الجمعة الساعة 8:30 على استاد برج العرب، بعدها ب 72 ساعة يوم الاثنين مباشرة في الجولة 27 عندك مباراة مع الاتحاد السكندري أيضا في استاد برج العرب الساعة 8:30. فبالتالي ما بين المباراتين بتتكلم في 72 ساعة، فالأفضل تبقى موجود هناك وتواصل تدريباتك وتكون مستريح وبتستعد لهذه المباراة عشان ما يكونش في أي إجهاد ذهني أو بدني أو عضلي على الفريق قبل مباراة الاتحاد. وبالتأكيد ده اختيار جيد، ودايما النادي الأهلي معودنا على الاستعداد بشكل جيد في هذه الأمور. صفحة سوبر كورة على الفيسبوك نشروا أن فايلر بيدرس إعادة محمد مجدي أفشة لتشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي. هي وجهات نظر، لأن في النهاية فايلر بيشوف أنسب الحلول والاختيارات الفنية والجاهزية بالنسبة لكل اللاعبين في المرحلة القادمة. لكن عايز أكد لكم، مهما توقع كل المتابعين وكل النقاد والإعلام، فايلر دايما بيكون ليه استراتيجية في اختيار التشكيل، عشان كده صعب جدا تتوقع تشكيل أو تقول التشكيل ده الـ11 هو اللي هيبدأ وتكون آراءك صائبة. فالنهاية هنشوف رأي فايلر في تشكيل مباراة الإسماعيلي وإزاي يجهز لهذه المباراة. الخبر اللي بعديه معانا وده من الحساب الرسمي للأهرام على تويتر، اللي قالوا فيه إن فايلر أيضا بيدرس إجراء تعديلات فنية على تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي. يبدو إن مفيش يعني أي اهتمام الفترة الحالية إلا فايلر هيعمل إيه في مباراة الإسماعيلي، مين ممكن يكون جاهز لمباراة الإسماعيلي. دايما تشكيل الأهلي قلت لكم أي حاجة عن الأهلي على السوشيال ميديا بتكون محط اهتمام، في البعض بيجتهد وبيشتغل بموضوعية، وفي البعض ممكن يكون سياسته التحريرية هدفه أنه هو يقول معلومة غير صحيحة أو يصدر أزمة زي ما بنسمع للأسف في بعض البرامج خلال اليومين اللي فاتوا. لكن في النهاية هنشوف التشكيل الأنسب من وجهة نظر ريني فايلر. طيب الوطن سبورت بيقولوا أن، وده الحساب الرسمي اليوم على تويتر، أن فايلر بيوعد كهربا بالمشاركة أمام الإسماعيلي. طبعا يعني مفيش أكبر رد على هذا الموضوع إلا من خلال تصريحات ريني فايلر في المؤتمر الصحفي بعد مباراة حرس الحدود، واللي قال من خلالها كهربا محتاج مساحة وقت ومساحة زمنية عشان يقدر يشارك في المباراة بشكل أساسي، لكن الفترة القادمة هبدأ أدخل معاه تدريجي في المباريات، مباراة الإسماعيلي المباراة اللي جاية. فبالتالي أنت مش بتتكلم على وعد، أنت بتتكلم على مدى الجاهزية. مفيش مدرب بيوعد لعيب بأنه يشارك، المدرب بيشتغل وبيشوف اللاعب جاهز ولا مش جاهز، لو جاهز هيديله مساحة ويديله مساحة مشاركة أطول وممكن يكون موجود معاه سواء في التشكيلة الأساسية أو حتى من خلال دكة البدلاء. طيب مكملين معاكم ونشوف اللي بعديه. صفحة الأهلي اليوم من إحدى الصفحات الجماهيرية للنادي الأهلي أو جماهير النادي الأهلي، وكانت مهتمة بتوجيه رسالة دعم وتشجيع لمحمود كهربا، وكتبوا على البوست قدامك فرصة كبيرة ووقت كويس جدا إنك تبدأ تنسجم مع الفريق وترجع لمستواك قبل ماتشات إفريقيا،
في الفترة الجاية، وخصوصا مع قرب حسم الدوري واللعب بدون ضغوط فيه، منتظرين الأفضل. رسالة مهمة جدا جماهيرية من جمهور النادي الأهلي. طيب مزيدا من التفاصيل واحنا بنتكلم عن اخبار الاهلي والسوشيال ميديا بتتكلم عن الاهلي وبتقول ايه، دلوقتي بنضم لي على الهاتف الزميل العزيز محمد توفيق مراسل قناه الاهلي واللي كان حاضر النهارده صباحا تدريب الفريق على ملعب مختار التتش. مساء الخير يا محمد. مساء الخير يا محمد، برحب بيك وبكل مشاهدينك الاعزاء وبكل مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. طمني التدريب النهارده اخباره ايه وما لمسته من متابعه في ملعب التتش وجاهزيه الفريق ان شاء الله لمباراه الاسماعيلي النهارده الاربعاء، فبتتكلم على التقسيمة الأساسية، الشكل النهائي إن شاء الله قبل السفر بكرة للإسكندرية. زي ما أشرت بالفعل يا محمد، يعني النهاردة كان التدريب الأساسي قبل المباراة 48 ساعة. الفريق بدأ يتجمع كان من الساعة 8:30، الساعة 9 كان موجود اللجنة المكلفة من وزارة الصحة لإجراء الرابيد تيست أو الاختبار السريع اللي بقى موجود عوضا عن تحليل كورونا او المسحه اللي كانت بتتعمل قبل كده، لكن زي ما متفقين المسحه ما اتلغتش بشكل نهائي. اللعيب اللي بيطلع اي مشكله او اي نتائج غير طبيعيه في الرابيد تيست اللي بيعمله بيعمل مسحه كامله. الفريق كله والجهاز الطبي، الجهاز الاداري، الجهاز الفني باللاعبين كلهم اجروا الكشف السريع النهارده قبل خوض المران. 9:30 على الصوره كل 9:30 كان كل اللاعبين في الملعب. يمكن التمرين استمر 9:30 النهارده زي ما انت عارف واشرت في البدايه ان ده التدريب الاساسي قبل الماتش ب 48 ساعه. الفريق كله كان في حاله جيده، يمكن مستر فايلر كان باين على وشه جدا الاريحيه النهارده، الراجل تحس ان في ثقه، في ضغوط كتيره اتشالت منه الفتره اللي فاتت، يمكن كان ضغط المباريات النتائج، لكن خلاص الاهلي فرق بفرق كبير، فاضل 8 نقط على البطوله باذن الله. بدايه ان شاء الله تكون بدايه الماتش الاسماعيلي ونقرب اكتر من اللقب الثاني والاربعين. التدريب زي ما قلت لك بدا في الساعه 9:30، كان بدا ببعض الجمل التكتيكيه الخفيفه وبعض التمرينات الخفيفه. طبعا انت عارف ما فيش فرق بين المباريات عشان يبقى في ضغط بدني او حمل بدني كبير في الفتره دي، انت بتلعب كل 3 ايام مباراه تقريبا. فامبارح كان التدريب استشفائي، النهارده التدريب كان الاساسي. يمكن في البدايه بعض الجمل التكتيكيه زي ما اتفقنا، بعد كده تم اغلاق المران، كان في تقسيمه شارك فيها معظم اللاعبين. مستر فايلر بدا يلعب فيها بعض الجمل اللي هينفذها ان شاء الله بعد بكره امام النادي الاسماعيلي. يمكن الحراس كان تدريب قوي النهارده، الثلاث حراس كانوا في حالتهم، كانوا باداء اكثر من رائع، سواء محمد الشناوي او علي لطفي او مصطفى شوبير. يمكن عمرو السوليه ومروان محسن اكتفوا بالجري حوالين الملعب النهارده. السوليه ما دخلش تمرين جماعي يا محمد صح؟ لا لسه، كان بس اكتفى بالجري حوالين الملعب وبعض التمرينات الاستشفائيه اللي بتاهله ان شاء الله انه يكون موجود. طيب. مع الفريق بشكل كامل الفتره الجايه باذن الله. حسين الشحات برضو قعد بعض التمرينات في الجيم، وبعد كده برضو بعض التمرينات التاهيليه بعد في يعني اثناء المران كان بيجري بعض التمرينات التاهيليه برضو في الملعب على يعني حوالين الملعب بره ايه التدريب الجماعي، يعني يمكن لسه قدامه فتره وكده، وان شاء الله الجهاز الفني هيشوف الموعد المناسب ويدخله في التدريبات الجماعيه مع بقيه الفريق باذن الله. طيب محمد محمود، كريم ندفد، سعد سمير، هل الثلاثه بينزلوا بيعملوا تدريبات فرديه في ارضيه الملعب ولا في برنامج تاهيلي خاص داخل الجيم؟ لا، في برنامج تاهيلي خاص باستثناء محمد محمود اللي على فترات بيبقى متواجد بيعمل تمرينات تاهيليه داخل الملعب، لكن سعد سمير او كريم ندفد لسه لم ينزلوا ارض الملعب لحد دلوقتي. محمد محمود اللي على فترات بيأدي بعض التمرينات الاستشفائيه حوالين الملعب. الفريق كله النهارده كان يعني زي ما بنقول كان في اريحيه باينه على وجوه اللاعبين، وليد سليمان، قفشه، علي معلول كانوا ادائهم النهارده اكثر من رائع. كهربا يمكن بان انه مركز جدا، خلاص الايقاف اتشال، فبقى في الصوره انه ممكن ان شاء الله يشارك في اي وقت ومتاح للجهاز الفني اشراكه في اي وقت. فتحس كهربا كمان كان باين عليه الفوقان اول النهارده ان شاء الله المران. باذن الله. طيب في اي حاجه بكره التدريب صباحي والسفر للاسكندريه ولا الجهاز الفني هيشتغل بكره ازاي قبل السفر؟ التدريب بكره اخر التمران اللي هي التدريب اللي هتبقى الخفيفه قبل السفر هتبقى الساعه 4 ان شاء الله باذن الله. وبعد التمرين مباشره الفريق هيتوجه ان شاء الله للاسكندريه للمبيت فيها لملاقات الاسماعيلي ان شاء الله 8:30 مساء، استاد برج العرب الاسكندريه مساء الجمعه ان شاء الله. ان شاء الله. محمد توفيق مراسل قناه الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الاضافات وكل هذه المعلومات، كنت معانا بالتاكيد وتابعت وكنت حاضر في ملعب مختار التتش لمتابعه تدريب الاهلي الصباحي استعدادا لمواجهه الاسماعيلي يوم الجمعه القادم. طيب مستمرين معاكم في فقره ترند الاهلي ونشوف معانا ايه بالنسبه للفتره اللي جايه والسوشيال ميديا بتتكلم عليه. طبعا مصدر يلا كوره جاهزيه الشحات بعد الانتهاء من البرنامج التاهيلي، وزي ما قال توفيق معانا في المداخله، وايضا كمان صفحه في الجول بتتكلم على الشحات امامه اسبوع بالنسبه للفتره الجايه. طيب سعد سمير وختمها مسك في ترند الاهلي، لان سعد سمير زي ما قلت لكم من اللعيبه اللي تحب تقعد معاها
دايما كده عنده الفكاهه والمرح، وعلى فكره بيضفي ده بشكل ايجابي على الفريق سواء هو موجود في التيم بشكل اساسي او حتى بعيد بسبب الاصابه. الف سلام عليه ويرجع بسرعه ان شاء الله. سعد سمير على صفحته على الفيسبوك بيوجه الشكر لمحمد صلاح على الدعم والمسانده، ونشر صوره لفيديو كول كان لي مع صلاح وقال دايما مثل يحتذي به لنا جميعا. محمد صلاح من اللعيبه طبعا المتميزه، شايفين في الصوره قدامنا يعني سعد سمير في خلفيه الصوره مع محمد صلاح، يعني حاجه رائعه جدا من سعد. ومحمد صلاح من اللعيبه المحترمه اللي تحب تسمع لها وتتفرج عليها، ومثل بيحتذى به الجميع. على فكره محمد صلاح من اللعيبه اللي تقدر تقول ايقونه لكل الجماهير المصريه، الاطفال الشباب الرجال السيدات، الكل اكيد سعيد بهذا الرمز الكبير اللي بيشرف مصر في الملاعب الاوروبيه وفي الدوري الانجليزي. وحاجه يعني بجد حاجه يعني لعيب محترف ولعيب تقدر تقول عقليه مختلفه. محمد صلاح من اللعيبه اللي عندها عقليه مختلفه، فبالتالي سعد سمير كان في علاقه جيده جدا مع محمد صلاح، ومحمد صلاح كان بصراحه عامل دور ايجابي جدا مع سعد في الفترة الأخيرة نفسيا كمان عشان يقدر يجهز بالنسبة للمرحلة اللي جاية. فسعد بالتأكيد كان ليه رسالة طيبة جدا وما بيسكتش، لازم يشير ولازم يطلع على السوشيال ميديا، وحاجة طيبة من سعد سمير وكل لاعبي النادي الأهلي. دي كانت آخر حاجة عن النهاردة في فقرة ترند الأهلي، وإن شاء الله الفترة الجاية تكون جيدة. وعايز أقول لكم والله الفترة الجاية هتكون فيها حاجات إن شاء الله ممتازة، وبلاش أي معلومات غير صحيحة تبصوا لها ولا تهتموا بيها، لأن هم شايفين الأهلي ماشي كويس فبيصدروا لكم كلام ومعلومات غير صحيحة. أكتفي بهذا القدر من ترند الأهلي ثم أخرج إلى فاصل، وما زال لدينا الكثير لأن عندنا معلومات مهمة جدا، ولكن في الفقرات القادمة. أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند أونلاين. فقرة ترند أونلاين بنحاول نقرب شوية من المشهد ونشوف الصورة بالنسبة للفترة اللي جاية طبقا للمعلومات كمان اللي احنا بنرصدها من خلال البرنامج سواء في الحلقات السابقة أو في الحلقات القادمة. وفي حلقة النهاردة اتكلمنا على ما دار في اجتماع لجنة المسابقات وما سيستجد غدا في اجتماع المكتب التنفيذي. طبعا الأمر مهم جدا ومحتاجين نطمن على أشقانا في المغرب، فبسرعة أروح إلى المغرب من خلال فقرة السكايب مع الزميل العزيز الأستاذ جمال الصيفي الناقد الرياضي والمسؤول عن القسم الرياضي في صحيفة المساء. أستاذ جمال مساء الخير، مرحب بيك، وإن شاء الله تكون الأمور الطبية والصحية في المغرب على ما يرام الفترة القادمة بإذن الله. مساء النور أخي سعيد، مساء النور لكل الإخوة المصريين، وإن شاء الله يعني جميعنا يعني في العالم كله يمر بهذه أزمة وباء يعني كورونا. نتمنى أن يعني تمضي الأمور في اتجاهها الصحيح وأن نعود لنمط حياتنا العادي بعيدا عن الهلع والخوف الذي خلقه هذا الوباء في كل أنحاء العالم. طيب عايز أعرف منك بقى ردود الأفعال والصحافة المغربية والسوشيال ميديا، لأن كمان أنا تابعت من امبارح للنهاردة السوشيال ميديا في المغرب كلها كانت مهتمة جدا باجتماع الأمس وردود الأفعال، حضور فوزي لججع في بداية الاجتماع وحديثه عن طلب الاتحاد المغربي وحضور الأندية الممثلة الوداد والرجاء والأهلي والزمالك. ردود فعل تبقى يعني عادية جدا على اعتبار أنه كان هناك يعني طرح من أجل يعني تأجيل المباريات لفترة يعني محدوده جدا الى منتصف يعني اكتوبر، فالتفاعل يعني كان في هذا الاتجاه. طبعا الحال كان هناك يعني بحث عن كواليس يعني ما جرى في هذا الاجتماع الذي عرف حضور ممثلين لثمانيه انديه، اربعه في مسابقه الكاف واربعه في دوري ابطال افريقيا. كانت هناك يعني مواقف مختلفه، سته انديه يعني وافقت بوضوح وبشكل مباشر على قرار التاجيل في مقابل يعني تحفظ نادي او معارضه نادي الزمالك وبيراميدز يعني بالنسبه للمرحله المقبله. بالنسبه لنا في المغرب يعني وكمتتبعين استقبلنا موقف الاهلي يعني بشكل ايجابي جدا، ليس فقط موقف الاهلي الذي يعكس يعني فريقا له مؤسسه كبيره وفريق يدافع عن القيم والمبادئ وفريق الذي يسعى للفوز داخل يعني ارضيه الملعب في اجواء جيده وفي ظروف جيده دون استغلال يعني اوضاع صحيه او ما شابه. فاتصور انه كلمه الاهلي كانت رائعه وتركت صدى طيبا في نفوس المتتبعين المغاربه. السيده حنان اعتقد هي مسؤوله عن يعني
مسؤوله داخل فريق الاهلي مثلت الاهلي، كانت كلمتها يعني كان لها صدى طيب جدا، خصوصا انها تحدثت عن العلاقات الوالديه المصريه، تحدثت عن انه اذا كان لابد من التاجيل فالاهلي يرحب بذلك، لان الاهلي يريد ان يلعب في افضل الظروف ولديه علاقات طيبه مع اشقائه المغاربه، وهذا يعكس يعني قيمه نادي الاهلي، يعكس ايضا الاخلاق والمبادئ التي تربى عليها النادي الاهلي، لانه في نهايه الامر من العيب ومن العار ان يعارض طرف ما يعني قرار تاجيل، خصوصا ان الامر مرتبط يعني باوضاع صحيه، مرتبط ايضا باوضاع يعني استثنائيه، وبالتالي هناك سبب تاجيل هو موضوعي في كل الاحوال. بالتاكيد، لان الاهلي امبارح كان بيرسل مبدا والقواعد اللي بيشتغل عليها، لان النادي الاهلي قال انا بحترم المواعيد اللي موجوده، لكن لو الامر الصحي والامر الانساني محتاج التاجيل والكاف راى ذلك ما عندناش مشكله، لان احنا بالتاكيد بنتعامل رياضه لعبه كره القدم، لكن النادي الاهلي بما انه نادي القيم نادي المبادئ عنده قواعد من اكبر الانديه ونادي القرن في افريقيا واحد الانديه الصانعه للاحداث في القاره الافريقيه، فكان يجب ان يكون هذا التداخل في اجتماع الامس، واعتقد كان في ردود فعل ايجابيه من حتى مندوب نادي الرجاء، رئيس نادي الرجاء كان موجود، وايضا كمان من نادي الوداد في الاجتماع بشكل مباشر. فبكل تاكيد يعني كما قلت لك يعني الموقف الاهلي كان موقف مشرف جدا، فاذا كان فريق يعني نادي الاهلي هو نادي القرن في افريقيا، فالامر يعني ليس فقط على مستوى يعني الالقاب، فايضا حتى على مستوى السلوك، سلوك يعني مشرف جدا، لانه في نهايه الامر كلنا يعني على ماذا نبحث؟ نبحث عن ظروف ممارسه جيده، نبحث عن عداله كرويه، وان في نهايه الامر ان يفوز من يستحق، بعيدا عن لعبه الكواليس، بعيدا عن النفوذ، بعيدا عن الضغوط، بعيدا عن الشحن الاعلامي المبالغ فيه، احيانا هناك يعني من يسعى لخدمه صورته الشخصيه ولو على حساب العلاقات ما بين الجماهير المغربيه والمصريه، مع على حساب ايضا العلاقات ما بين الانديه التي هي انديه جماهيريه، انديه لها قاعده جماهيريه كبيره، فبمثل هذه السلوكات، بمثل هذا الموقف الذي عبر عنه النادي الاهلي وعبرت عنه السيده حنان الزيري على ما اعتقد هذا هو اسمها الكامل، فموقف جيد، موقف يعكس رقي، يعكس يعني امور ايجابيه لابد ان نتوقف عندها، وانا اصريت على التوقف عندها، لانه لابد ايضا ان نضع المجهر على الجوانب الايجابيه، بعيدا عن الشحن المبالغ فيه، بعيدا عن يعني الامور التي خارج نطاق كره القدم والتي لا تخدم يعني كره القدم في نهايه الامر، كره القدم لعبه تلعب فوق المستطيل الاخضر، من لديه الامكانيات ومن لديه الافضليه هو الذي يجب ان يفوز، وفي النهايه هذا ما يجب ان نرسخه، سواء حتى كاعلاميين ايضا يجب ان نرسخ هذه السلوكيات وان نتعالى عن التفاهات وعن كل الامور التي تنغص المشهد الكروي يعني في عالمنا العربي. صحيح يا جمال، لان كمان عايز اكد على نقطه مهمه، النادي الاهلي موقفه في الدوري المصري زي دوري ابطال افريقيا، عمر الاهلي ما طلب بالغاء مسابقه، لانه قال الدوري المصري لازم يرجع ودوري ابطال افريقيا لازم يرجع، لكن المواعيد بقى يتم الاتفاق عليها، فموقف النادي الاهلي كان واحد، واكيد انتم تابعتوا موقف الاهلي حتى كمان في الدوري المصري الفتره الاخيره. لا بكل تاكيد، انا كما قلت لك موقف الاهلي كان مشرف جدا، بخلاف مواقف يعني انديه اخرى، موقف الزمالك مثلا موقف غريب جدا، بل انه موقف مستهجن، لماذا؟ كيف تطالب يعني بالغاء الدوري المصري لكرة القدم في مصر، تطالب بإيقاف الدوري، ثم حينما يطالب يعني بلد بتأجيل مسابقة لمدة زمنية. تمام، طيب عايز اروح معاك بقى لجدول اعمال المكتب التنفيذي غدا، والحمد لله يمكن كان معانا السبق منذ لحظات وعرضنا جدول اعمال اجتماع الغد بالنسبة للفترة اللي جاية. جدول الاعمال بنتكلم على الفترة اللي جاية، ممكن بكرة يتم اعتماد إقامة المباريات في توقيت آخر، ممكن نشوف مكان نهائي دوري أبطال إفريقيا الفترة اللي جاية، أكيد في تفاصيل كتير ممكن نتكلم عليها بالنسبة للمرحلة القادمة بخصوص دوري أبطال إفريقيا. ألو جمال، سمعني كويس؟ سمعك حاليا. توقعاتك لجدول أعمال اجتماع بكرة إن شاء الله، احنا عرضنا جدول الأعمال، قرارات التواريخ المقترحة، مكان إقامة النهائي كمان، كل ده هيتناقش بكرة في جدول أعمال المكتب التنفيذي. لا أعتقد أنه توجه الآن واضح جدا، حينما يعني ستة أندية توافق على قرار التأجيل، أعتقد أنه المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم يعني يصادق على قرار التأجيل بالنسبة للمرحلة المقبلة، ثم من بعد يعني إجراء المباريات قبل الحسم
في موعد ومكان المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا. فأعتقد أنه الآن توجه واضح جدا، اجتماع يوم غد للمكتب التنفيذي هو لتأكيد هذه الأمور التي كنا بصدد الحديث عنها وترسيم يعني المواعيد النهائية يعني بالنسبة سواء لمسابقة الكاف أو مسابقة دوري أبطال إفريقيا. المهم هو أن نكمل يعني مسابقة هذا الموسم قبل يعني التطلع إلى مسابقة الموسم المقبل. أيضا جانب إيجابي في تأجيله هو أنه سيمنح سواء للمغرب أو مصر الفرصة لإكمال يعني الدوريين والتعرف حقيقة على يعني ممثلي البلدين في المسابقات القارية قبل 20 أكتوبر كمان يا جمال. هذا هو الجانب يعني الإيجابي أيضا في الموضوع، لأنه المغرب ومصر يعني اختاروا أنه استئناف النشاط الكروي بخلاف بلدان أخرى التي أوقفت النشاط الكروي، واختار قرار استئناف النشاط الكروي ليس قرارا سهلا ولكنه أيضا قرار إيجابي، وبالتالي لابد أن تكون له يعني تداعيات، لابد أن تكون هناك إقراعات لنعرف الإصابة بكورونا لدى بعض اللاعبين وفي مجموعة الأندية مما يفرض تأجيلات جديدة، وبالتالي على الجميع أن يضع اليد في اليد، لأن المشكل اليوم في عالمنا العربي وحتى في المغرب ومصر أن هناك الأندية يعني تأخذ المواقف على حسب مركزها في الترتيب ليس على حسب المصلحة العامة، وبالتالي المصلحة الخاصة تلغي المصلحة العامة، وبالتالي هنا نصبح أمام نقاش أعمى، نقاش لا فائدة منه، نقاش عقيم، نقاش لا يغلب يعني المصلحة العامة لكرة القدم سواء المصرية أو المغربية. لو تابعت في أوروبا النقاش كان مختلفا تماما. في الدوري الإنجليزي لم نسمع مثلا ليفربول طالب بتوقيف يعني الدوري الإنجليزي من أجل أن يفوز باللقب، ولم نسمع أن الأندية المحتلة لمركز الأسفل الترتيب تطالب بإلغاء الدوري حتى تنجو من الهبوط. فمسافة يعني ضوئية كبيرة بيننا وبين العالم المتحضر للأسف حكيد. في عالمنا العربي ابتلينا بعض العاهات التي يعني تشحن المشهد الكروي ويعني تمام. تفسد يعني اللعبة وتفسد كثير من الأمور الإيجابية. جمال أنا بشكرك، وأولا طبعا وأخيرا ألف مليون سلامة على كل أشقائنا في المغرب، وإن شاء الله الأزمة الصحية تمر بسرعة، وفي النهاية كل الدعم والمساندة هنا من قناة الأهلي ومن النادي الأهلي وجماهير الكرة المصرية لأشقائنا في المغرب بالنسبة للفترة القادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا ليك. كانت فقرة مهمة جدا وترند أونلاين عبر السكايب مع زملائنا الصحفيين والإعلاميين، وردود الأفعال عبر السوشيال ميديا من امبارح لغاية النهاردة بعد اجتماع لجنة المسابقات وفي انتظار الاعتماد غدا من المكتب التنفيذي. في النهاية بالتأكيد نتمنى التوفيق يا رب للأندية المصرية وللنادي الأهلي بشكل خاص، وهنشوف بكرة بقى ما ستسفر عنه هذه الاجتماعات. أخرج إلى فاصل، ثم بعد الفاصل الترند العالمي ومشاركات الجماهير على سؤال حلقة النهاردة. اهلا بحضراتكم من جديد، وفقره الترند العالمي والسوشيال ميديا، وبالتاكيد السوشيال ميديا على فكره في خارج مصر وخارج القاره الافريقيه فيها احداث ساخنه، لان بتتكلم على ليونيل ميسي رقم قياسي لكريستيانو رونالدو، تويته لبيليه خلال الساعات الاخيره، ففي كلام كتير قوي. السوشيال ميديا كمان مهتمه بالكره الاوروبيه والكره العالميه ودور الامم الاوروبيه اللي كان بيتلعب خلال اليومين اللي فاتوا. طيب نبدا مع بعض من الترند العالمي، واول حاجه معايا صفحه جول بتتكلم على كريستيانو رونالدو الهدف 100 وواحد مع منتخب البرتغال. حساب جول على تويتر نشر تصريحات لكريستيانو بيقول فيها: مسيرتي ستتحدث عن نفسها بعد اعتزالي، لست بحاجة لإثبات نفسي لأي شخص، دائما الرد يكون في الملعب. كريستيانو على فكرة من اللعيبة، أنا بعتبر كريستيانو من وجهة نظري أفضل لاعب في العالم، لأنه لعيب بيحافظ على نفسه كويس جداً، لعيب عنده إمكانيات مش موجودة في أي لعيب في الكرة الأوروبية أو حتى في العالم كله الفترة الأخيرة. ليونيل ميسي ممكن عنده مهارات، عنده إمكانيات يعني جبارة، لكن كريستيانو من اللعيبة تقدر تقول قائد جوه المنتخب أو جوه النادي، سواء لما كان في الريال أو حتى في اليوفي. فلعيب لعيب مكتمل في مواصفات كتيرة جدا، وشفتوه مع منتخب البرتغال حتى في اليورو لما كان بيحاول في المباراة النهائية وهو حتى مصاب وواقف بره وكان بيعيط وزعلان انه مش موجود مع منتخب بلده. قائد على فكره، هنا انت بتتكلم على النجم او اللاعب مش مهاره او اداء، لا انت بتتكلم كمان على القياده. فرغم ان المنتخب البرتغال مش من المنتخبات اللي دايما بتفوز بالبطولات الاوروبيه او موجوده في كاس العالم وبتفوز ببطوله العالم، لكن لا، من اللعيبه اللي بتبقى قائد داخل المنتخب وليه تاثير ايجابي جدا وما بيصدرش ازمات ولا مشاكل سواء لما كان مع نادي او حتى مع منتخب البرتغال.
طيب الخبر الثاني وده صفحه بلي على تويتر، الصفحه الرسميه ليه، وعلق على حسابه على تويتر وقال: اعتقدت اننا سنحتفل اليوم ب 100 هدف لكنها كانت ال 101، تهانينا لكل خطوه الى الامام في رحلتك يا كريستيانو. فبالتاكيد تهنئه من الاسطوره، اسطوره بيلي. انت بتتكلم على نجم كبير جدا في الكره العالميه، بيلي من الاساطير اللي حفر اسمه في الكره بشكل عام خلال السنوات الاخيره، ودايما الناس كلها بتتكلم عليه، بيلي مارادونا، مفيش حد تالت ليهم في الفتره الاخيره. فبالتالي تويته مهمه جدا من بيلي لكريستيانو رونالدو. طيب نشوف برضو معانا ايه في الترند العالمي. صفحه بليتشر فوتبول نشرت ارقام لكريستيانو رونالدو منذ الهدف الاول حتى الهدف رقم 100. انت بتتكلم بقى عن مسيره ناجحه لكريستيانو مع المنتخب البرتغالي او حتى مع الانديه اللي كان بيشارك معاها، وطبعا افضل انجاز لكريستيانو لما كان موجود مع نادي ريال مدريد. البدايه كانت مانشستر يونايتد وعمل فيها انجازات طيبه، وجمهور المان يونايتد لغايه اللحظه دي بيحاول يرجع كريستيانو، لكن طبعا مع الريال كانت معظم الانجازات والبطولات. طيب نروح لمشاركات الجماهير والسؤال اللي طرحناه النهارده، توقعاتكم لتشكيل مباراه الاهلي والاسماعيلي، وشايفين ممكن التشكيله الاساسيه اللي فايلر يبدا بيها مباراه يوم الجمعه. نبدا مع بعض من احمد جمعه، وقال الاهلي من بدايه الموسم ما لعبش بتشكيل ثابت، المهم ان الاهلي بيكسب. يوسف راتب قال الشناوي، هاني ربيعه، ايمن معلول، ديانج، حمدي فتحي، افشه، الشيخ، اجايه، بادجي. تعديل ممكن جيرالدو هيلعب، يعني حاطط كمان التشكيله وبين قوسين زي ما الصحافه بتعمل. نور محمد قال الشناوي، ربيعه، معلول، فتحي، ياسر، السوليه، ديانج، افشه، بادجي، حمدي فتحي، واحمد الشيخ. نكمل مع بعض برضو ونشوف باقي المشاركات. محمد عطية قال الشناوي، أحمد فتحي، ياسر وربيعة ومعلول وديانج وحمد فتحي وقفشة وبادجي والشيخ وأجايه. أحمد السيد قال الشناوي، هاني، ربيعة، ياسر، معلول، حمدي، ديانج، الشيخ، أجايه، بادجي، قفشة. أحمد عبد السميع قال الشناوي، هاني، ربيعة، ياسر، أيمن، أشرف، ديانج، قفشة، الشيخ، أجايه، مروان، بادجي. يمكن الناس متفقة على 90% من شكل التشكيلة الأساسية اللي ممكن يلعب بيها رينيه فايلر في مباراة الإسماعيلي، ما بين طريقة 4-2-3-1 4-4-2، لكن واضح بنسبة كبيرة أن جمهور النادي الأهلي خلاص بقى حافظ استراتيجية وتفكير فايلر في المباريات اللي بيلعبها في الفترات الأخيرة. كل التوفيق يا رب للنادي الأهلي في مباراة الإسماعيلي. دايما النادي الأهلي سيظل القلعة، قلعة البطولات، القلعة الشامخة اللي بتشرف الكرة المصرية في كل المحافل القارية والدولية، نادي المبادئ والقيم، مش بشهادتنا لأن شهادتنا مجروحة، بشهادة الأشقاء سواء الأفارقة أو حتى المغاربة والتوانسة وكل الأشقاء العرب اللي بيهتموا بشكل كبير جدا بمتابعة النادي الأهلي والحديث عن نادي القرن في إفريقيا. أكتفي طبعا بالتأكيد بهذا القدر، وختام حلقة النهاردة من برنامج الترند، بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي على خير في حلقات أخرى قادمة. شكرا وإلى اللقاء.